ولمتابعة قمة مجموعة العشرين ومشاركة الرئيس السيسي في اجتماعات القمة. ينضم إلينا من نيودلهي الزميل علاء رشوان موفد التلفزيون المصري. علاء، اطلعنا على المزيد من مشاركات الرئيس ونشاطه داخل قمة مجموعة العشرين فيما يتعلق باللقاءات الثنائية التي عقدت والتي من المتوقع أن تعقد أيضا. نعم، مشاركة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إيجابية وفعالة ومكثفة منذ بداية صباح هذا اليوم، أولى فعاليات اجتماعات قمة دول العشرين، حيث انقسمت هذه المشاركة الفعالة إلى شقين. الشق الثنائي حيث عقد السيد الرئيس عدد من اللقاءات الثنائية على هامش هذه الاجتماعات، تناولت مجمل الأوضاع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبين رؤساء وهذه البلاد وهذه الأطراف، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاستثماري أو تعزيز التنسيق والتشاور حيال الكثير من المستجدات، خاصة المستجدات الاقتصادية العالمية التي باتت تضغط على حالة الاقتصاد عالميا. هذه اللقاءات تعددت ما بين لقاء السيد الرئيس برئيس الوزراء الياباني أو رئيس جنوب أفريقيا، رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جزر القمر، أيضا رئيس المجلس الأوروبي، رئيسة المفوضية الأوروبية، رئيس منظمة الصحة العالمية، وأخيرا رئيسة البرازيل، ومن قبل هذا اللقاء لقاء جانبي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولقاءات أخرى كما أشرنا تهدف إلى تعزيز العلاقات بين مصر وهذه الدول وهذه الأطراف على كافة الأصعدة، بالإضافة أيضا للبحث في سبل حلحلة عدد من الأزمات السياسية أو الأمنية والعسكرية في عدد من بؤر الصراعات والتوترات. الشق الثاني من مشاركة السيد الرئيس كان في الاجتماعات الرئاسية الهامة التي دارت على مدار اليوم، مشاركة في الجلسة الافتتاحية ومشاركة في قمة أوروبية إفريقية مصغرة. خلال هذه المشاركات كانت الأجندة أجندة العمل الإفريقي خاصة على الصعيد الاقتصادي والتنموي مطروحة وبقوة على أجندة عمل السيد الرئيس خلال هذه المشاركات في هذه الاجتماعات. أيضا كانت هناك رؤى وأطروحات والتأكيد على الرؤى المصرية حيال الكثير من الأزمات والتحديات، تحديات التغيرات المناخية، الأمن الغذائي، أمن الطاقة، أيضا الجانب الذي يتعلق بدمج الاقتصاد القاري الإفريقي بالاقتصاد العالمي، تسريع معدلات النمو الاقتصادي، أيضا شراكة جديدة وافقت عليها مجموعة العشرين بالموافقة على انضمام الاتحاد الإفريقي كعضو كامل العضوية في مجموعة دول العشرين، وهما أكد عليه السيد الرئيس بأنه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، تضع أولويات القارة الإفريقية على أجندة الاهتمامات الدولية، وتطرح أيضا مسار صحيح للاقتصاد العالمي الذي يسعى إلى تحقيق التبادل أو تبادل المصالح والمنافع المشتركة بين دول الجنوب من جانب وبين الدول الصناعية الكبرى من جانب آخر. خلال هذه المشاركات طرح السيد الرئيس وأعاد التأكيد على عدد من المبادرات المصرية، سواء المبادرات المتعلقة بالأمن الغذائي وحوكمة منظومة الأمن الغذائي العالمي تأثرا بالأزمات السياسية، من بينها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وصياغة نظام غذائي عالمي يضمن عدم التأثير سلبا على الدول النامية مثل دول القارة الإفريقية ودول الجنوب بشكل عام. أيضا السيد الرئيس أعاد التأكيد على المبادرة المصرية بإنشاء صندوق للخسائر والتعويضات تأثرا بالتغيرات المناخية الحادة التي تسبب فيها الدول الصناعية الكبرى، ولكن يعني تحمل الجزء الأكبر من أضرارها وتأثيراتها السلبية الدول النامية. في هذا الإطار دعا أيضا السيد الرئيس إلى مد شراكات اقتصادية تعنى بالتغيرات المناخية لخلق اقتصاد أزرق جديد والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر. وأيضا دعا السيد الرئيس وأكد على ضرورة التزام الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها
السابقة بخفض الانبعاثات الحرارية وتقليل الاعتماد على الوقود الإحفوري. في الواقع هذه المشاركات سواء لقاءات السيد الرئيس بعدد من رؤساء وقادة الحكومات والأطراف الدولية التي شاركت في هذه الاجتماعات أو من خلال حضور السيد الرئيس للجلسة الافتتاحية وأيضا القمة الإفريقية الأوروبية المصغرة، كانت دائما الشواغل الإفريقية، شواغل دول الجنوب، شواغل الدول النامية على صدر اهتمامات ومباحثات السيد الرئيس الموسعة وأيضا الثنائية خلال اليوم الأول من فعاليات هذه القمة الهامة التي توجت بإعلان قمة دول العشرين في نيودلهي والتي أشرت إلى جانب منها، وتبقى أيضا يعني رسم خريطة طريق واضحة لتعافي الاقتصاد العالمي بالشراكة مع اقتصادات الدول الناشئة والبازغة، هي الخريطة التي سوف تعمل عليها الشراكة الجديدة ما بين دول مجموعة العشرين وأيضا العضو الجديد المنتسب إلى هذه المجموعة، نعني هنا الاتحاد الإفريقي. صحيح، على هذه النقطة يعني وجود أفريقيا كعضو دائم داخل المجموعة أصداء ذلك، يعني هناك ترحيب بهذا الأمر من قبل الدول الأفريقية، والرئيس السيسي أشاد إلى هذه النقطة أيضا. أصداء وجود أفريقيا خاصة في ظل تحديات تعاني منها أفريقيا على رأسها التغيرات المناخية كما ذكرت. صحيح، وربما استبق الإعلان عن انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة دول العشرين دعم غير مسبوق من عدد من الأطراف الدولية، في مقدمتهم الدولة المضيفة دولة الهند، تصريحات كانت في منتهى الإيجابية استبقت عقد هذه القمة، صدرت من الجانب الهندي. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكد أنه لا نجاح لخطة اقتصاد عالمية تعنى بتعافي الاقتصاد العالمي دون الاستماع إلى صوت الجنوب وصوت القارة السمراء بشكل خاص، خاصة ما يتوفر لهذه القارة من موارد بشرية وطبيعية هائلة تضمن استمرار عملية التنمية المستدامة وتضمن أيضا شراكة ناجحة ما بين الطرفين إذا ما توفرت الإرادة السياسية، وتوفرت بالفعل هذه الإرادة بإعلان واتفاق الجميع على انضمام هذه الخطوة، وصدرت تصريحات مرحبة للغاية، البعض وصفها بأنها خطوة جاءت متأخرة ولكنها جاءت في النهاية. سيد الرئيس يعني وصف هذه الخطوة بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح تعمل على رسم ملامح جديدة للاقتصاد العالمي عبر اندماج اقتصادات الدول النامية والناشئة والبازغة في قارة السمراء، وتخلص هذه القمة بربما نتيجة إيجابية للغاية للجانب الإفريقي والصوت الإفريقي تحديدا بقبول عضوية الاتحاد الإفريقي، وتبقى عدد من الآليات التي سوف ينص عليها القرار الذي سوف يصدر صباح غد في شكله النهائي. هذه الآليات سوف تعنى من اليوم التالي مباشرة بتعزيز هذه الشراكة عبر اتصالات مباشرة ما بين الأجهزة المعنية في كلا الجانبين، ومتابعة من عدد من اللجان النوعية لإنجاز هذه الشراكة وتحقيقها على أرض الواقع. نعم إيمان، أشكرك جزيلا على رشوان، كنت معنا على الهواء مباشرة من نيودلهي.